حتى واحد ما بغى يعاونو. اش كتقول السي عبد النبي في هادشي هذا؟ اللي كنقولوا بهادشي هذا، حنا ما عندنا انقاذ، ما عندنا والو الانقاذ، عين موالي البراكوس، كوكا غرق شي باركو، كرة الدولة كاملة هودت، والله انت الحمرا كتسبسا خرموك هكذا، وصح هذا عبد النبي الكوبري، علاش كيبقى عندنا هيدا؟ حيت البلاصة ديالنا مديوعة، بايعينها صحابي للمضربة. شكون اللي عايهضر مع هاد المسؤولين؟ ما كايناش اللي عايهضر، كلشي واكل مناير مع راسو، كلشي لاعبين على صحيتو وما قاريين. حنا ما قاريين شي عليها، خرجنا بويا تفوصل مرصد العرايس، 50 عام ديال مرصد العرايس كاسب فلوكة بلا ماتريال، ابقى صرافة مربوطة تا وديك القاع. دابا انا كل عام هيدا كخلص من يود الفرات على هاد الفلوكة، ها لاسورانس، ها ليسنسيات الصايد، ها ليسنسيات الموت، ها ما نعرفش مني، ها تمشي تخدم باساخير ما يخلي واكسي، كي خصهم تمشي تحرك بيها ولا تدي بيها الباكية الدوهاج، وانا هاد الطريقة هادي اللي نبعد منها هادي 50 عام في وسط المرصد العرايس بدون مخالفة. واش هاد عبد النبي هو اللي معاهديناه احسن خدمة في المرصد العرايش عيدي؟ واش الناس استفدت برا الميناء واستفدت في وسط الميناء بدوني؟ ما عندهم تا علاقة بالبحار، تا علاقة بالبحار، هما اللي استفدوا الميناء العرايش. واش هاد موالي البراكوس؟ واش هاد موالي البراكوس؟ انا اللي كونتهم وانا اللي عاونتهم وانا اللي جبدت لهم براكوس ديالهم غارقين، اخر ساعه غرقت، تا واحد ما قدر يعاون عبد النبي. وهادي هي الفلوكه اللي محتسم عليهم سعاده العمل، قال عاونوا ديك المحجور، عاونوا ديك الراجل اللي كيعاونكم واللي كيجبد لكم هالميتين هالبراكوس، ها ما نعرفش اني معاهدينا 30 عام غيعطيوني احسن خدمه من مرصد العرايش، ها احسن خدمه في المرصد العرايش. من نهار اللي دخلت الحكم السوق ردوني انا ولد السوق، دابا انا ما بقى كيخدمني حد، ما بقى كيشوف فيا حد ولا والو. ارشقي غراق، فين هو هاد المراديرو ديال هاد البلايص؟ فين هاد الزنايقه اللي حنا 50 عام هما معاهدينا غنعدل لكم زنايقه، غنعملو لكم الزرابي، غنعملو لكم كدا، او زدوها عن خرين. انا درت 60 عام، درت 60 عام ما شفت في مرصد العرايش والو، شفت فيها عين منكر، وعين منكر اللي شفت، وزولوا القانون الوزاري وعملوا القانون عرفي مع موالين الشي، وكل شي عاملين شبكة كيسرقوا الدولة وكيسرقوا كل شي، كيسرقوا هنا، سارقين الدولة وسارقين الشعب، وما كايناش اللي كيهضر مع هاد موالين الشي. شكون اللي غيهضر معاهم؟ كل شي كيفطروا مع بعضو، والبحر اللي هضر قدينا المقاطعة، عملوا أبسو، عملوا ابسو، قال هذا قمر، والقمر هو اللي ما كدخلش الحوت للسوق.